أهلا بكم مشاهدينا. مع أول أيام شهر رمضان المبارك بيتساءل كتير من الناس عن أنواع الأكل اللي ممكن يأكلوها خلال وجبة السحور وتخلي عندهم طاقة في الصيام وتساعدهم كمان على إنهم ما يحسوش ولا بالجوع أو العطش. وفي تغطيتنا دلوقتي هنجاوب على التساؤلات دي، وكمان هنوضح لحضراتكم أهم الأصناف اللي هتحسسكم بالشبع وهتديكم طاقة خلال الصيام، وكمان هنقول لحضراتكم على أصناف أكل بلاش منها في وجبة السحور، وكمان نصايح تعملوها هتفيد صحتكم في شهر رمضان. قدمت وزارة الصحة والسكان للمواطنين مجموعة من التعليمات والإرشادات المهمة اللي هتساعدهم وهم بيجهزوا وجبات سحورهم، وهتخليهم حاسين بالشبع وعندهم طاقة وهم صايمين خلال شهر رمضان الكريم. وقالت الوزارة في تقرير ليها إن في أكلات لو أكلها الشخص خلال وجبة السحور هتخلي عنده إحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة من اليوم وهو صايم. والأطعمة دي طبعا هي البقوليات زي طبعا الفول والعدس، كمان اللبن ومنتجاته من الزبادي والجبنة، وأفضلهم طبعا الجبنة القريش والبيض. كمان جاوبت على السؤال اللي بيدور في أذهان البعض، وهو هل من الممكن الاعتماد على العيش البلدي والبطاطس والبطاطا خلال وجبة السحور؟ وقالت إنه من الممكن الاعتماد على البطاطس أو البطاطا والعيش البلدي أو العيش متعدد الحبوب والحبوب الكاملة. وقالت كمان يجب الحرص على تناول السلطة الخضراء اللي بتتكون من الخيار والخس والخضروات الورقية، لأنها غنية بالمية والألياف وهتخلي الصايم ما يحسش بالجوع أو العطش لفترة طويلة، وكمان هتساعد في عملية الهضم. وكمان أشارت إلى أنه من المهم الاعتماد على شرب كمية كبيرة من المياه على فترات متقطعة من الفطار للسحور، وكمان شرب العصائر الفريش مع مراعاة تقليل نسبة السكر فيها، والأفضل طبعا الاكتفاء بسكر الفواكه الطبيعية. وكمان من المهم الابتعاد قدر الإمكان عن شرب الشاي والقهوة عشان ما يحسش الشخص الصايم بالجفاف والإرهاق خلال ساعات الصيام. وحذرت من تناول 3 أصناف في السحور، وهي الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات، لأنها طبعا بتزيد من الإحساس بالعطش خلال فترة الصيام. وقدمت نصايح للمواطنين وقالت إن شهر رمضان فرصة للي عاوزين يتبعوا نظام غذائي صحي ويحصلوا على قوام رشيق وجسم مثالي، وده لو اتبعوا بعض التعليمات المهمة، وهي البعد عن المأكولات السريعة والمقلية والالتزام بالخضروات والفاكهة وتقليل السكريات. ونصحتهم كمان بممارسة الرياضة بشكل يومي قدر الإمكان بعد وجبة الفطار من 30 ل 45 دقيقة لعدم التعرض للتخمة والتمتع بصحة سليمة وآمنة. وغير ان الرياضة طبعا بتحسن الحالة المزاجية وبتساعد ان الشخص ما يتعرضش لزيادة الوزن خلال شهر رمضان اللي بيعاني منها بعض الناس. أعزائنا المشاهدين، بكده نكون وضحنا لحضراتكم اهم الاصناف اللي هتساعدكم في فترة الصيام ولو تناولتوها في السحور، وكمان الوجبات اللي عليكم الابتعاد عنها. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم وإلى